بحبش الكلام اللي ايه المحبط، يعني ايه في كلام محبط هو في هذه. كلام بيجيب للواحد لما انا اكون انا مثلا بشتغل واختي تقول لي ايه اشتغلي اشتغلي اشتغلي، انت مش هتقولي انت مش هتعرفي اكتر مني، لان هقول لك على حاجه، انا حاسه ان الناس اللي بره مش ممكن عارفين يكونوا يشيل. شايفين حاجات غير اللي احنا شايفينها، بعرف غير اللي احنا يعني هي مثلا ممكن تكون شايفاني انا ما بشتغلش كفايه مثلا، في حين ان انا حاسه اني انا بشتغل يعني البست بالنسبه لي، يعني انا ما بحبش اعمل حاجه نص نص، يعني انا لو حاسه نفسي مش حافظه كويس نص نص بقعد احفظ 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 لحد ما الاقي نفسي ما مثلا هي حافظه هي منه قلب جبتني كويس العالم، مش عارفه ايش، مش شايف ايش. مثلا. اوكي اقول لك على حاجه بسيطه جدا، انا واحده مثلا لما كنت بتفرج على البرنامج وبشوفهم داخلين الايفال، اللي يغلط ولا اللي كان بيغلط مثلا ولا كان بيخش خايف ولا بيغلط ولا كنت اقول ماله بينشف، هذا هو. كنت اقول ايه ده ضعيف، ده ايه ده انا لو دخلت ده انا هعمل واسوي وانا وحياة الله والله والله بجد بعرف. الواحد اكتشفت ان الواحد لما بيخش الايفالويشن بيبقى مختلف تماما عن عم تتفرج، يعني انا عن نفسي لما بخش بخاف في الايفالويشن ما بخافش في البرايم، انا في الايفال بخاف ببقى خايفة ببقى قلبي ده. طب احنا شو دمنا، احنا شو نعمل اذا العالم هيك بتشوف؟ الناس لا بجد والله انا اكتشفت الناس ممكن تكون شايفة حاجات احنا يعني وتعالي شايفينها هلا بنظرة وتعالي بزاوية هلا غير الزاوية بتاعتنا هلا غير كموضوع، الناحية. هلا كموضوع جيتار وما جيتار، والكل يم الكل قلب علي موضوع بياكلوا عارف مثلا. هقول لك على اوكي فكرة يا محمد، بشرفك عارف بشرفك عارف بشرفك، ليه هذا منطق. مش بس انا موضوع مشيت، منطق، انا مشيت عارف يعني ليه كلنا شو قلقنا عليك يا محمد، يعني عارف يعني ليه؟ شو محدش فينا بيزعل من التاني، يعني دلوقتي مثلا حد قال لك مثلا البلوزه اللي انت لابسها دي طب ما انت، وحشه طب مثلا ما انت التيشيرت اللي انت لابسه ده وحش مثلا، اوكي والله ده رايك براحتك قول له اوكي ويقول رايه خلاص، واحد رايه كده خلاص، انا واحد انا حاجه انا مقتنع بيها حلو خلاص حلو. اوكي. انت واحد قال لك محمد بلاش تعزف علشان انا باكل، احترم رغبته لسبب، لا علشان لما تيجي في يوم هو مثلا يعمل حاجه تضايقك وانت تقول له ما تعملهاش هيحترمك، هيقول لك لا ده احترمني انا لازم طب احترمك. تعرفك الموضوع كلياته بشرفك مو تافه، بشرفك ايه هو اللي من فيه؟ الاصل كل المواضيع اللي عارف بتصير. ليه زادت؟ علشان هم اتكلموا عدنا طوف صوتي نروح وانا بحكي باختصار اللي كنت احكيه امبارح، الكل ده بيحكوا امتى لي الكلام ده الساعة امبارح. كام؟ انت ما كنتي، ما بعرف وين كنتي، حتى الكل حكول على راسي هيك هيك هيك. محمد اخوي دبنر، شو انا بقول لك، شو الموضوع؟ موضوع انه كنت الان موضوع ستريس، ما كنتش قادر اعمل كنترول عن جد على حالي من كثر الضغط اللي كلنا احنا فيه يعني. بس انت عارف ان انا امبارح انتوا عاملين كنترول. انا في ستريس غير طبيعي، انا انت عارف ان انا مش امبارح مش اللي مش بتكلم قادر. مع جورج قعدت اعيط، بتكلم مع جورج امبارح قعدت اعيط والله والله، انا بكلمه قلت له انا مش قادره، قلت له انا واحده لما بكون في ستريس بطلع الاستريس اللي عندي في الاكل في الخروج في اي حاجه، تخيل بقى لما اكون انا مثلا عندي ستريس لا بخرج ولا بعمل اي حاجه، طبعا محطوطه في مكان لا قادره اطلع ولا اروح ولا اجي، لا قادره اشوف، بعيده عن اهلي 3 شهور، ما انا عمري ما بعدت عن اهلي يوم يوم، تخيل انا بعيد عن اهلي 3 شهور، ما بكلمه يعني عارف الدقيقه اللي انت بتكلمهم فيها ما تبقاش عارف تقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا تتكلم، ما فيش، انا ببقى نفسي اكلم اقول كلام كتير ومش عارفه اتكلم، ما فيش فاهم. ايه تاني؟ الاكل، انا من نوع مثلا ان انا لما بكون مضغوطه بقول لك باكل 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 فاهم، خاصة هلا مال تخيل بقى انا كنت انا دلوقتي في ستريس وما باكلش الاكل اللي لما
بطلع بيه غلي فيه مفيش. انا مرتبطه بان انا اكل كميه صغيره من الاكل على قد اللي الكميه اللي بتجيلي وما باكلش غيرها. وكمان ايه الكلام بقى اللي بسمعه من اللي حواليا انا وضياء، وكان بدر طبعا بيسمع معانا، لوز ويت تيم لوز ويت تيم لوز ويت تيم، والمعامله المختلفه ان احنا لوز ويت تيم، انزلوا اجروا كل يوم نص ساعه الا ربع ولا نص ساعه، بس ما فيش نص ساعه، ساعه الا ربع، اجروا ساعه الا ربع قبل الكلاس مش عارف ايه. هل اعزم طريقه الصحيان الصبح، احنا نصحى يعني احنا بنصحى قبليكم ولازم ننزل وننزل من غير فطار وعشان نجري ساعه الا ربع، وبعدين بعد الساعه الا ربع نحضر كلاس جورج، شوف كلاس جورج قتل ازاي، وقبليها نبقى بنجري ساعه الا ربع مثلا، فاهم؟ حسيت ان انا كله 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 عليا. قلت له جورج جورج انا مش انا ما كنتش بجري على مش عشان خاطر انا متعمده ان انا اجري، عشان فعلا انا مش قادره، حاسه ان انا مضغوطه، حاسه ان انا مش قادره، تو حاسه ان انا مش قادره، فاهم؟ بس هلا وشو لسه؟ لا الجري ده موجود، فبس هو قال لي ده علشان ده عشانك مش بس. بس انت تحس انت ضعفتي مثلا؟ انا يا محمد طبيعه جسمي كده، في ناس طبيعه جسمهم مهما ياكلوا ما يتخنوش، اما المحلاوي مثلا لو مهما تاكل مش تتخن، لان هي طبيعه جسمها عظمها، انا عظمي عريض، جسمي طبيعه جسمي ان انا من تحت عريضه، من الجزء اللي تحت ده عريضه، انا من فوق مش معتبرش تخينه من فوق، انا مشكله جسمي هو الجزء ده، هو ده مشكله جسمي. لعلمك احسن البنات، هو مش حاجات كده، ده الجسم الشرقي عامه، بس انا طبيعه جسمي كده، حتى لو خسيت هيفضل برضو الجزء ده شويه مليان، مش هيخس، هيخس يعني هبقى. انا اختي عندها 20 سنه وزنها زي وزن ارفع من امال، اختي ارفع من امال، امال جد؟ بشوشه، ارفع من امال بشوشه، وزنها بشوشه رفيعة جدا، بس برضو عندها الجزء ده، بس برفع، بس مش بتخن زي لا رفيعة، بس مجنبة، عندها جناب اختي، بس رفيعة. بس هو انا قصدي اللي اقول لك ان هي بتبقى طبيعة جسم. بس انت مش ناصحة بالمرة، ما عمري شفتك هذه، بس على الكاميرا باينة ناصحة، على الكاميرا باينة، انا على الكاميرا مبين بوجهي مثلا بصر شو من هون، انا على الكاميرا انا ببص على شكلي على الكاميرا بفاجئ صراحه، يعني في الريبورتاجات والحاجات اللي زي دي بحس ان انا شكلي، اولا شكلي حتى لما مامت سعد وقال سعد وقال لي شكلك مختلف، باينه وحشه، على مش باينه وحشه بس يعني مش على شكلك هيك احلى، قصدهم يعني يعني على الحقيقه احلى، عايزين يقولوا لي على الحقيقه شكلك احلى وباينه ارفع مش باينه. حظ والله شنص الدنيا هيك والله والله ناس تلاقيهم ضغطة. انا عارفه انه علشان مصلحتي، انا عارفه ان هم بيقولوا لنا الكلام ده عشان مصلحتي، بس انا قلت لجورج ايه، قلت له جورج ليه اعمل الحاجه وانا بعملها غصب عني، ليه اعمل الحاجه بدل ما اعملها بحب، اكون انا بعملها بحب ولا اكون بقى نازله اوف يوه هنزل اجري، ليه ما ببقاش انا من نفسي عايزه انزل اجري، انت فاهم انا عايزه اوصل لايه، يعني مش اللي هو لوز ويتي نصحى الصبح ابقى نايم، تخيل لما تبقى نايم في عز نومك مثلا وتلاقي بقى حد لوز ويتي لوز ويتي، هل قلبك شو بصير فيه، اعمل نص ساعه هل عجم ما اعرفش ايه، فاهم؟ طريقه بتضايق. انا من نوع قلت له جورج، قلت له بطل، لا مش بطل، قال مش حكايه بطل، قال لي انا يعني كده عشانكم مش عشان خطر. يعني لو محلك اذا هاي شغله بدك قولي له بس اوكي بليز جورج، يعني بطريقه ثانيه مش هاي الطريقه، مش حكايه بطريقه تانية. قلت له انا ليه ما اعملش الحاجه بحب، قال لي شوفي انا عايز منكم ساعه الا ربع، اعمليها الصبح اعمليها الظهر اعمليها بالليل زي ما يعجبك، بس المهم ان انتوا تعمليها. يعني اعطاكم فكره جديده يعني، فاهم؟ انا هو عارف جورج، انا عمري ما اديته كلمه ورجعت فيها، يعني انا عمري ما قلت له انا هعمل حاجه وما كنتش قدها، ومش جورج بس، اي حد يعني، انا ما احبش اقول انا هعمل حاجه وانا مش قدها، لو انا مش قدها بقول انا مش قدها، انا مش هقدر اعملها بصراحه، فاهم؟ بس انا عشان انا وعدت وانا عارفه انه عشان مصلحتي، بس تخيل مثلا اقعد اتفرج عليهم كلهم قاعدين مثلا بياكلوا بيتزا وانا اقعد اتفرج، انا عارفه انه عشان مصلحتي، انه كل ده عشان مصلحتي، بس مثلا تخيل انك تبقى قاعد كل اصحابك غلط مثلاً، اقسم بالله غلط في 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 عوج 15 واحد ولا 20 من فين، من ساعه كنا كذا واحد
ما انا هيك. قاعدين بياكلوا كلهم قدامك وانت قاعد بتتفرج. طب ما انا هيك. طب حتى مثلا خد علشان مثلا تكسر الحته بتاعت ال كده دي، انك تقعد كده تتفرج عليهم وهم كلهم قاعدين ماسكين بيتزا وقاعدين بياكلوا بيتفرجوا على ده، وانت قاعد بتاكل اكل تاني لوحدك وقاعد بتاكل، بتحس من جواك طبعا عوج. فاهم؟ عارف زي ايه؟ عارف زي ما يكون مثلا ايه، واحد مثلا غني وعنده مثلا واحده ست غنيه مثلا وعندها الشغاله بتاعتها، مش بتاكلها من نفس اكلها بس بتاكلها اكل تاني، اللي هو كلي مثلا انا عامله لحمه وفراخ واكل وبتاع، والشغاله مثلا بديها فول وطعميه مثلا، مش بديها مثلا من نفس اكلي، وهي قاعده بتتفرج كده ونفسها تاكل مثلا من الاكل اللي انا باكل منه.